معلومات وحقائق صادمة لن تتوقعها، فكلها مخالفة تماماً لما عرفناه من قبل وما هو شائع منذ سنين. فهيا بنا لتصحح معلوماتك. أولاً، لدغة العقرب سامة. خطأ، فلدغة العقرب لا تقتل إلا الطفل الرضيع والكبار في السن الذين تجاوزوا 70 عاماً ومرضى القلب. أما الأشخاص العاديين لا تقتلهم، فإن لدغك عقرب لا قدر الله لا تخف، واذهب إلى أقرب مستشفى وابقى هادئاً ولا تهلع. فمعظم الذين فارقوا الحياة بعد لدغة العقرب كانت وفاتهم بسبب خوفهم الشديد، فالخوف أشد فتكاً من لدغة العقرب. ثانياً، بعد تناول الطعام يجب عليك الحركة لهضم الطعام. خطأ، لأن الحركة سوف تتسبب في تقليل الدماء الواصلة للجهاز الهضمي، وعندها ستتباطأ عملية الهضم. ثالثاً، الأسد يعيش في الغابة. خطأ، مع أننا تعلمنا ذلك منذ الصغر، ولكن الحقيقة هي أن الأسد لا يعيش في الغابة بل يعيش في مناطق السهول والحشائش. رابعاً، القطط تحب أكل الفئران. خطأ، فالقطط لا تأكل الفئران أبداً إلا في حالة الجوع الشديد وإن أوشك على الموت بسبب الجوع. وسبب ملاحقة القطط للفئران هو التسلية وتعلم الاصطياد لا أكثر. خامساً، القلب يقع في يسار الصدر. خطأ، فالقلب يقع بين الرئتين في المنتصف ويميل قليلاً بزاوية بسيطة لجهة اليسار من الصدر. سادساً، الأعشاب الطبيعية ليس لها أضرار. خطأ، فهناك أعشاب خطيرة قد تسبب الموت، وللأسف هناك بعض الأطباء الذين يقومون بوصف أدوية على أنها من الأعشاب الطبيعية وليست ضارة مطلقاً، وإن لم ينفعك الدواء فلن يضرك، ولكن الحقيقة أن هناك بعض الأعشاب التي تكون أكثر سمية وقتلاً، والبعض الآخر قد يسبب الحساسية. فالأعشاب تحتوي على مركبات كيميائية كالأدوية تماماً، ولكنها لم تحضر في المصانع، ولذلك تكون الأدوية أكثر أماناً منها. سابعاً، ليس للحشرات دماء. خطأ، الحشرات كباقي الحيوانات تمتلك الدماء، ولكن شكله ولونه ولزوجته تختلف عن دم باقي الحيوانات. ثامناً، الصابون يعقم ويطهر. خطأ، فهو ينظف نعم، ولكنه لا يعقم، وهناك أنواع من الصابون مثل الديتول واللايف بوي تطهر وتعقم لاحتوائه على مواد كيميائية معينة، فيقتل 99% من الجراثيم، والنسبة المتبقية وهي 1% قادرة على التكاثر من جديد خلال ساعة واحدة، ولكنه قد يكون ضاراً بالبشرة. تاسعاً، الإكثار من تناول السكر يسبب مرض السكري. خطأ، لأن سبب مرض السكري هو فشل البنكرياس في إنتاج الأنسولين أو عدم فعالية الأنسولين في الجسم البشري، وهذا لا يسببه أكل السكريات، ولكن في الغالب تكون الوراثة في تاريخ العائلة، وأحياناً أمراض في القلب والكبد. عاشراً، الثور يثور حينما يرى اللون الأحمر. خطأ، فالثور لا يرى الألوان مطلقاً ولا يفرق بين الأحمر وغيره من الألوان، وما يثيره حقاً هو الحركة، فحركة الوشاح هي التي تثيره وتجعله يهاجم حامل الوشاح.